يقول: من أدرك 3 ركعات من الصلاة الرباعية مع الإمام ثم سلم الإمام وسلم معه سهوا ثم تذكر فقام فصلى الركعة وسجد للسهو، هل فعله صحيح؟ نعم فعله صحيح، يجب عليه السجود للسهو في هذه الحالة، لأنه سهى بعدما سلم الإمام، سلم معه، فهو انفرد بالسهو، انفرد بالسهو عن الإمام فيسجد عنه بعد سلامه. نعم.